السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة مع فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي قدامنا ده كاسيت هيتاشي، كاسيت هيتاشي في راديو اف ام و ام و اس دبليو. الموديل بتاعه تي ار كي شرطة 920 دبليو. الموديل بتاعه تي ار كي شرطة 920 دبليو. العرض بتاعه 28 سنتي في ارتفاع 55. عرض 8 سوري ارتفاع 28، العرض بتاعه 55. في مفتاح للفوليوم ومفتاح للتريبل ومفتاح للبيس، وده بتاع السماعات، وهنوريه ان شاء الله لحضراتكم، وان شاء الله الفيديو نقول اعجاب حضراتكم. This cassette is Hitachi model TRK dash 9200W 28 in 55 cm راديو AM and FM and SW and tape made in Japan brand Hitachi. Thank you. نشوف الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. في يأس وذلة لبثنا يوما او بعض يوم، وهو جواب يدل على التلفزيون. اضبط نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. وين رايحة وين؟ Okay, stuck in this place with my reputation. They know my name, some of them claim to know my information. It's a waiting game, I'ma keep saying I need a little patience. But I'm sick of it, I'm spacing out. Might as well. إذا كنت يعني عارف حط رجلي فين بالظبط قبل ما أعملها. طيب، بقيمة 5 مليارات دولار لبناء منشأة في منطقة نيوم لإنتاج العيون. التموين يبقى التخفيض أكبر، تقدر تأسس لو عاوز. ادخل على موقع المبادرة www.mubadra.gov.eg أو صفحة الفيسبوك. ما تعكس التزامك. فحسبتم أننا خلقناكم عبثا لا لحكمة تقتضيها إرادتنا من خلقكم، وحسبتم وظننتم كذلك أنكم إلينا لا ترجعون يوما. حاجة زي كده ليه في الفرنساوي. عايد وزيد لو نفسنا دلوقتي في حاجة، ليه نستنى دي تبقى سذاجة؟ نفس فورا حالا والآن. انتوا بتسمعوا
الاول 92.1 مع باسم كامل. يعني في ولو في شفتات هيبقى زي ما شفنا الفيديو مع بعض. ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. الكاس ده هيتاشي، الموديل بتاعه تي ار كي شرطه 9200 دبليو، العرض كده 55 سم في ارتفاع 28. في طبعا دي سماعات منفصله بتتشال وتتركب يعني، وبرده بيشتغل اي او اكس زي صب، بيشتغل على شاشه او كمبيوتر او موبايل، بيشتغل بوصله 2 في 1. الراديو بتاعه اف ام واي ام واس دبليو، وطبعا شريط زي ما احنا شفنا. الراديو ده طبعا ياباني ان شاء الله، ونتقابل باذن الله فيديو جديد. This cassette is Hitachi, made in Japan, model TRK-9200W, radio AM, FM, and SW and tape. Thank you.